ابليس عزت. ايوه عزت اللي لبسته في قتل البشوات وكلت من وراه الشهد. ابعد عشان نتفاهم. اسمع يا ابليس، انا قتلت اتنين عشانك وكنت رجوله وواقف معاك. انا دلوقتي عندي قضيتين، لو اتقفشت في قضيه صادق وشريف هروح في داهيه، هيعلقوني من رقبتي، وعشان كده انا لازم اخرج بره مصر ومحتاج فلوس من الخزنه دي. لو ما اديتنيش فلوس الرصاصه دي هتبقى في دماغك. ما عنديش اي اعتراض، انا قاتل اتنين قبل كده، عندي استعداد اقتل التالت والرابع والخامس. قوم يا ابليس قوم افتح الخزنه عشان اسافر بره، يا اما اوديك المشرحه. مين ده يا ابليس؟ وايه اللي بيقوله ده؟ اخلص انت وهي، مش عايز اسمع صوته. اهدى اهدى وهديك اللي انت عاوزه. ماشي قوم افتح الخزنه. حاضر من عينيا.